السلام عليكم ورحمة الله. 24 من نيسان، صباح هدات البال والرضا لكم جميعا مشاهدينا. الليلة الماضية كانت ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، فجميل في هذه المناسبة أن نستحضر معا معاني اسم الله اللطيف، فهو الذي وعدنا أن بعد العسر يسر ويسر، لنستبشر بالفرح بعد الحزن والراحة بعد الضيق، لنوكل أمرنا إليه ولا نطلب العون إلا من الله عز وجل. فكما سري عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو قادر أيضا أن يسعد كل محزون. صباحكم سكينة وسعادة، حلقة جديدة ومواضيع متجددة في صباح الإيمان. نسعد دائما بمشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأيضا بإمكانكم مشاهدتنا عبر رابط البث المباشر على اليوتيوب. حياكم الله. خبرنا الأول مشاهدينا، سنذهب معا إلى غزة، فداخل مبنى يتم تشييده شمالي قطاع غزة، يتنقل الشاب محمود الغفري على كرسي متحرك من مكان لآخر، موجها عمال بناء يعملون تحت إشرافه لأداء تفاصيل العمل أكيد بشكل دقيق. فقد الشاب 30 قدمي خلال الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة جراء إطلاق طائرات الاستطلاع الصهيونية صاروخا نحوه، وقضى الغفري نحو 8 أشهر يتلقى العلاج حتى استقر حالته الصحية عام 2008، فيما مكث أكثر من 3 سنوات داخل منزله بعد أن تملك الشعور بالفقد واليأس كذلك، لكن لم يستسلم بل كسر وتحدى هذا الوضع وخرج يعمل كما كان. يعني سبحان الله، هنا تكمن فعلا قدرة النفس الإنسانية على تحدي الظروف، على تحدي الإعاقات والصعوبات التي تواجهها، والانتقال لخطوة جديدة بإصرارها وإرادتها الداخلية. سنبقى في فلسطين، لكن سنذهب إلى المسجد الأقصى، حيث قدمت مجموعة من الدراويش الأتراك المنتمين للطريقة المولوية عرضا راقصا في باحة المسجد الأقصى بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. الدراويش جاءوا إلى القدس للمشاركة في الفعالية التي أقامها المركز الثقافي التركي التابع لمعهد يونس أمرا في القدس احتفالا بهذه المناسبة الدينية. وفي هذا الصدد أقامت مجموعة الدراويش التي تطلق على نفسها اسم مجموعة أيا صوفيا الموسيقية عرضا راقصا للفلسطينيين في باحة الأقصى. يعني ليس فقط الطريقة المولوية التي تحيي ليلة الإسراء والمعراج بأسلوبها الخاص، هنا في تركيا جميع المساجد فعليا تكون في طقوس مختلفة في هذه الليلة. يعني الليلة الماضية كانت المساجد جميعا منارة بطريقة ملفتة وجميلة، كان هناك أدعية يقيمها الأتراك داخل هذه المساجد، كذلك كان في احتفال بطريقتهم المميزة بالحلوى الخاصة التي يوزعونها في ذكرى الإسراء والمعراج، فأيضا يعني
يطفو أجواء جميلة في هذه الذكرى. جميل أن نحتفي وأيضا نستشعر معاني هذه الليلة وهذه الذكرى التي فعليا أسري فيها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسنذهب الآن إلى تونس. في تونس اختتمت في العاصمة التونسية الدورة 15 العالمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي شارك فيها 36 قارئ وحافظ من 22 دولة إفريقية وعربية وآسيوية. أقيم حفل الختام في مسجد الزيتون المعمور وسط مدينة تونس القديمة، حيث تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم في مسابقة الحفظ. فاز التونسي رشيد العلاني بالمرتبة الأولى، بينما حاز على المرتبة الثانية إبراهيم البنداق من المغرب، وحل تونس حل مصطفى القليب من يونس من ليبيا في الدرجة الثالثة. أما في مسابقة التجويد ففاز المصري محمد أحمد فتح الله سليم بالمرتبة الأولى، والمرتبة الثانية كانت للإيراني سيد محمد كرماني، أما الثالثة فلحسن توك من تركيا. مشاهدينا، يعني تركيا معروفة بأماكنها السياحية وأيضا بالمناطق الخاصة بالمغامرات لمحبين المغامرات. هناك اليوم سنتحدث عن مغامرة جميلة ومغارات أيضا جميلة تستحق الزيارة في تركيا، وتحديدا في بلجة. هي إحدى أكبر وأروع مغارات العالم في ولاية طوقاط وسط تركيا. تستقطب هذه المغارات السياح لا سيما المحليين بشكل كبير ولافت، فيما تسعى سلطة الولاية للتعريف بها على الصعيد الدولي، كذلك من خلال العمل على إدراجها على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وتشتهر المغارة بصالات عديدة داخل هذه المغارة، مثل الحليمات العليا الكبيرة، وأيضا صالة المسبح والموحلة والحفور، وصالة الخفافير والحفر والأعمدة والجديد. تستحق فعلا هذه المغارات الزيارة، ومناطق عديدة تستحق أن نزورها وأن نتأمل يعني في هذه الطبيعة الساحرة. متواصلين معكم مشاهدينا في صباح الإيمان بعد النشرة الجوية، لدينا حديث عن كفالة الأيتام.
مشاهدينا، كفالة الأيتام أحد وسائل التكافل الاجتماعي في مجتمعاتنا. اليوم سنتحدث عن إحدى هذه الجمعيات وهي جمعية العمري مع الأستاذ عمر الموسى رئيس الجمعية. مرحب فيه وسعد صباحك أستاذ عمر. حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حيا الله. أتعطينا هيك نبذة عن جمعية العمري ونشاطاتها؟ بإذن الله تعالى. بداية اسمحي لي أن أشكر الإخوة في قناة دار الإيمان يعني على هذه الجهود وهذه الاستضافة. سأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين أعمالكم إن شاء الله. جمعية العمري لكفالة أيتام هي جمعية متخصصة في كفالة الأيتام السوريين، تنشط تقريباً ب90% من عملها في الداخل السوري. نعم. لدينا حوالي 10 مكاتب في الداخل السوري وثلاث مكاتب في تركيا. تكفل الجمعية ما يقارب كان شهر 3 اللي فات تقريباً حوالي 6500 يتيم مكفول بإذن الله في الجمعية. جميل، يعني أغلب نشاطات الجمعية هي منصبة على الأيتام. طيب رغم أنه يعني مواضيع الإغاثة بالأخص في موضوع الحرب السورية كثرت، نعم، يعني جوانب الإغاثة اللي ممكن الواحد يقدمها، لماذا هذا التركيز تحديدا على الأيتام؟ لا يخفى على كل يعني ذي عقل ما يحدث في سوريا من قتل يومي وتشريد وفئة الأيتام هم الفئة الأشد حاجة والأشد ضرورة للإعانة والوقوف إلى جانبهم. فهذه الفئة هي لها أولوية، ولذلك توجهت جمعية العمري لكفالة الأيتام أن تقوم على كفالتهم وأيضا تخصصت في هذا المجال كي تبدع فيه وتتميز فيه. جميل، يعني هناك نقاط تميز هذه الجمعية عن غيرها. خبرنا عن هذه البرامج التنموية التي تحدث للأيتام والتي فعليا ترتقي وتميز هذه الجمعية. ما يميز الجمعية عدة أمور. الأمر الأول هو تخصصها في مجال الرعاية، ولا تكتفي الجمعية بالكفالة النقدية بل تتعدى ذلك إلى الكفالة الشاملة التنموية والتربوية والشرعية وما إلى ذلك من مما يحتاجه الطفل. نعم. فرسالتها أن تبني اليتيم بناء صحيحا مبنيا على قواعد ثابتة مرجعيتها الشريعة السمحاء بلا إفراط ولا تفريط حتى تخرج للمجتمع إنسانا مبدعا صالحا ومميزا. جميل. طيب يعني الحديث ربما عن كفالات الأيتام، نعم، هو حديث قديم جديد، نعم، يجذب القلوب، فيه نوع من العاطفة، لكن بعيدا عن هذه الأمور، يعني يقال لا تعطيني سمكة إنما علمني كيف أصطاد. يعني تمام. كيف ممكن أنتم بهاي الجمعية تفعلوا فعليا هذا الموضوع أكثر من أنه هي كفالات أيتام تصل ثم نعطيها لليتيم ثم عملية يعني دائرة بهذا النطاق؟ بالضبط، هذا الأمر مهم جدا وهو أحد يعني بنود خططنا الاستراتيجية. ولكن ما يحدث الآن في سوريا ومن مخاطر وقصف ودمار يجعل هنالك صعوبة في البرامج التنموية. لدينا هنا الآن بإذن الله خطة قريبة سنقوم بها عن قريب، تقوم فيها الأمهات، نعم، أمهات الأيتام بمجموعة من النشاطات تعود نفعها إليهم بحيث تغني السائل عن السؤال، وتكون الأم هي أم منتجة وتقوم على نفسها بنفسها دون الحاجة إلى أيضاً مساعدة. هي ليست برامج فقط لليتيم طبعاً، إنما طبعاً للأسرة طبعاً، وفعلياً للأم لإعانتها فعلياً لتكون هي السند تمام لهذه العائلة. تمام تمام. طيب أنت كنت تحدثني قبل هذا اللقاء وقبل الهواء عن دار الأيتام اللي فتحتوها جديد، نعم، خبرنا عن تفاصيل هذا البيت وكم عدد الأيتام الموجودين فيه وما هي الخدمات المقدمة لهم. تمام. رسالة الجمعية كما يعني ذكرت بداية أنه بناء اليتيم بناء صحيح، وهذا يتطلب مننا مجموعة من المشاريع، ومن بين هذه المشاريع مشروع هذا الدار أسميناها دار العمري للرعاية. هذه الدار ترعى اليتيم بكافة الجوانب، من ناحية المدارس، المأكل، المشرب، الصحة، وإلى ماذا إلى ذلك من أنواع الرعاية. افتتحت الدار أول أمس، كان افتتاحها وكان الإخوة أيضا جاءونا ضيوف من خارج تركيا من عدة دول، وبإذن الله تعالى ستكون دارا أنموذجا لباقي الدور من حيث الرعاية والتربية والتنمية أيضا. هناك تأهيل نفسي. أنا نعم. اللطيف اللي عجبني بهاي الدار أيضا ذكرت أنه هناك البعض الأهالي أو الأقرباء الخاصين، نعم، في هذا اليتيم هم اللي بيكونوا راعيين له داخل تمام هذه الدار. تمام. شوي يعني احكي لنا بهذه الفكرة. صراحة يعني منتسبي الدار بشكل أساسي أصحاب ليس فقط يتيم وإنما يتيم لديه ظرف خاص، يعني إما يتيم
وتخلت أمه عنه، وإما يتيم وأيضا يتيم الأم أيضا أو توفيت أمه فهو يتيم الأبوين، ولكن لا نأتي به وحده وإنما نأتي بأحد إحدى أقاربه، إما زوجة عمه أو خالته أو عمته، وتكون أرملة بنفس الوقت ولديها أيتام، فنرعى أيتامها وتكون هي أيضا قريبة من هذا اليتيم بحيث تكون الرعاية. شو أهمية هذه النقطة في الناحية النفسية والدعم النفسي لهذا اليتيم؟ هذا أمر مهم جدا، فاليتيم فقد أباه أو فقد أمه وأباه، فهو بحاجة لعطف، بحاجة لحنان، هو لا يحتاج، لأنه ولا يعرف معنى المال ولا يعرف معنى الطعام، هو يحتاج إلى أن يكون شخص منه قريب. عندما يتألم اليتيم يقول لأحد أنني تألمت، عندما يمرض يقول أنني مرضت، فهذا اليتيم هو يعني بحاجة ماسة للعطف والحنان، أهم من المال وأهم من الأكل والشرب. أكيد يشعر بالقرب أكثر عندما بالضبط. يكون أحد أقارب أو هناك صلة دم فعليا بالضبط. موجود بجانبه، خاصة وأن أيضا يعني أهلنا في سوريا وعادتنا في سوريا لم تتعود أن يكون الطفل اليتيم لوحده خارج بيته أو خارج بيت أقاربه، فأيضا هنا يعني تعزز هذه النقطة أيضا وجود الأقارب معه. طيب يعني نحن الآن مقبلين على شهر رمضان، ما هي برامج هذه الجمعية في الشهر الفضيل؟ دائما تعودنا في شهر رمضان إطلاق حملة لكفالة أيتام جدد، فهنالك في كل سنة عندنا تقريبا كما يقال أبديت أو تحديث لكفلاء وزيادة الأيتام اللي لدينا فلوها. بإذن الله تعالى وعبر قناتكم كريمة نعلن أيضا عن حملة لكفالة 4000 يتيم في واحد رمضان بإذن الله تعالى. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكفالتهم بإذن الله يتقبل. تعالى طب خلينا نخبر المشاهدين أيضا كيف بإمكانهم أنهم يكفلوا يتيم، كيف ممكن يعرفوا تفاصيل عن اليتيم، أيضا بحب الشخص الكافل أحيانا أنه يعني يكون في تواصل مع هذا اليتيم. تمام. يعني تواصل سواء اتصال أو أنه يشوفه شخصيا، هل هذا الشيء متاح في هذه الجمعية؟ ذكرت لك في البداية ما يميزنا أيضا أحد الميزات، ميزات الجمعية هي دقة التوثيق ودقة البيانات ودقة الاستمارات. نعم. وذلك من خلال فريق متخصص في هذا المجال، لدينا بيانات كاملة لكل يتيم من أيتام المكفولين، وأيضا الدورة المالية واضحة بشكل جلي لكل كافل من الكافلين، فكل كافل سوف تأتيه استمارة يوجد فيها كامل البيانات، اسم اليتيم، صورة اليتيم، بيانات اليتيم، إقامته الأساسية، إقامته الحالية، وكذلك ما يحتاجه من توثيق دوري سيصله بإذن الله، إما عبر ورق أو صور أو عن طريق فيديو من اليتيم نفسه. جميل، يعني هذا بالنسبة لنشاطات وأيضا طريقة كفل اليتيم في جمعية العمري. طب ختاما عن المستقبل، يعني أين تجد جمعية العمري وما الشيء الجديد اللي ممكن تقدمه فعليا في المستقبل؟ والله بإذن الله تعالى الرؤية يعني إن شاء الله تعالى أن تكون الجمعية هي الأفضل على مستوى سوريا في مجال الأيتام في تخصصها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى هذا الهدف. نحن بعيدين كل البعد عن أي حزبية أو إيديولوجية، مصلحة اليتيم هي بوصلتنا بعد مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أخذناه على عاتقنا. جميل، إذن نتمنى لكم كل التوفيق جمعية العمري لكفالة اليتيم، وأكيد معلوماتكم ممكنكم صفحة على الفيسبوك جمعية العمري، لنا صفحة إن شاء الله، وأخذنا على عاتقنا أيضا شعار خدمتكم شرف لنا، فنشرف بخدمة الأيتام ونسعد بها. أكيد، يعني هو أجر في الآخرة وأيضا سعادة وسكينة لا شك. في الدنيا. كل الشكر لك أستاذ عمر الموسي، رئيس جمعية العمر لكفالة الأيتام. شكرا جزيلا، وبركتم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ومشاهدينا، المخلفات التي حولنا يمكن لنا أن نعيد تدويرها من جديد واستخدامها في المنازل، لكن التفكير بتحويل تلك الخردة إلى مورد دخل باستخدام فنون أخرى، تلك هي قصة السيد عصام في التقرير التالي. هل فكرت يوماً أن تضع جيب بنطالك على الحائط؟ أو أن تجلس على طاولة محرك سيارة؟ وهل جربت يوماً أن تصنع مصباحاً مضيئاً من أكواب بلاستيكية؟ فن إعادة التدوير هو فن أتقنه السيد عصام العداربي ليصنع أعمالاً فنية مثيلة من جميع الأشياء التي بالعادة نتخلص منها، فلم تعد كلمة الخردة موجودة بقاموسه، فما إن وصلت كاميرتنا إلى معرضه لم نعرف من أين نبدأ من روعة المعروضات.
فكرة إعادة التدوير إجت من خلال تراكم المخلفات بشكل كثير في المصانع وفي البيوت وفي المحلات وبالشوارع بشكل عام، وفي مجموعة أشياء طبعاً إحنا بنقدر إنه نأخذها ونعمل منها أشياء نستفيد منها في بيوتنا. أنا محتاج كنباية في بيتي، ممكن أخذ قطعة خشبية اللي بيحملوا عليها البضاعة بسموها طبلية وبحولها لكنباية بقعد عليها في بيتي. ما عندي القدرة إني أشتري الكنباية من السوق بمبلغ وقدره، فأنا ممكن أصنعها بأقل من ربع المبلغ. بدأ عصام مسيرته بالفن التشكيلي التي لم يلقى الدعم المناسب ليدخل مجال ميكانيك السيارات التي ألهمته كثيراً في أعماله الفنية، خاصة بالتدوير. كان عندنا مجموعة خردوات كثير بتنتج عن عمليات الصيانة، وكنت أخذ هاي الأشياء اللي بتنتج عن الصيانة وأحولها لأشياء أنا أستفيد منها، من إضاءة، من طاولات، من كنب، من كذا، ومن هناك انطلقت. طبعا أول قطعة عملت إعادة تدويرها هي عبارة عن طاولة من موتور سيارة، وجدت أنه في ناس عم بتحب هذا الإشي وعم تطلبه. يأمل عصام أن تعمل بلداننا العربية بالتدوير، سيما وأن اقتصادنا ضعيف لما له من أثر مادي كبير وبيئي مناسب. إحنا بنتطور بهذا الموضوع زي الدول النامية اللي هي اقتصادها 70% عايش على موضوع إعادة التدوير، وإن شاء الله إنه إحنا نقدر نوصل هاي الرسالة لكل الناس وهاي الثقافة تنتشر في الأردن بشكل عام. إذن لا خردة بعد اليوم، هذا ما أرانا إياه عصام العدرب. فالشيء الذي لا تحتاجه هو عمل فني دقيق له، ما يحتاجه فقط هو التفكر والإبداع ثم الإبداع ثم الإبداع. لبرنامجي صباح الإيمان، مجد القصير. طبعا كل الشكر لزميلتنا مجد القصير على هذا التقرير الجميل والملهم فعليا لفتح آفاق الإبداع. شكرا لك مجد. ومشاهدينا متواصلين معكم بعد الفاصل فقرة المدونات، حيث ينضم إلينا زميلنا ميران أحمد. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، تحية لكل اللي انضم لنا في مشوارنا الصباحي في صباح الإيمان. والآن إلى فقرة المدونات ينضم إلينا زميلنا ميران أحمد. يسعد صباحك ميران. يسعد صباحك صفاء وصباح جميع المشاهدين عبر قناة دار الإيمان وأيضا صباح الإيمان. مشاهدينا، اخترنا لكم اليوم مدونة من مدونات هافنيكتون بوست للكاتب محمد أحمد بارحمة بعنوان لا تقصص حلمك كي لا ترتطم بلصوص التثبيط، وأيضا في العنوان الداخلي فرحة الدقيقة 90. الحديث عن مشاريع اليوم والعمر والسنة بيعطينا شعور بالرضا مشاهدينا، رضا عن الذات وكأنه نحن منتمنها، وشتان بين استحضار الخيال ومباشرة الواقع. عن هاي الفجوة بتتحدث المدونة وبتنصحنا بالكتمان لحين التنفيذ. صفاء، شي مرة أنت عملتي مشروع بحياتك وجيتي تحكي فيه وما صار؟ يعني يمكن مش بهذا التفصيل الدقيق إنه كنت أحكي وما صار، بس كانت فعلا أحلام الشباب بتكون أولها كتير عالي، سقف توقعاتهم خصوصي يمكن بالجامعة وبعد الجامعة مباشرة بيكون عندهم كتير أهداف. أنا بداية حياتي كنت يعني أحكي بأحلامي مع الكل، أشارك الكل خصوصي أهلي، يعني صراحة مش إنه الكل، عم بحكي على مستوى العائلة مثلا، الأصدقاء المقربين. لكن مع التجربة ميران اكتشفت إنه العمل بصمت هو أكثر جدية، أكثر نتائج وأكثر لذة كمان، وهيك يعني يكون العمل سبحان الله في هدوء أكثر، في استقرار أكثر، إنه الواحد ضله بس يحكي يحكي، لأنه مو دائما بلاقي الناس الإيجابيين
حوالي يعني الحمد لله كنت محظوظة شوي، بعض الناس إيجابيين دفعوني لمواصلة مسيرتي، لكن بعض الأشخاص بيكون حواليهم الناس السلبيين اللي فعلياً يعني مثل ما بيحكوا بيكسروا جناحاتهم وبيوقفوا عملهم بيهبطوا عزيمتهم. نعم نعم صحيح هذا الكلام صفاء. واستحضاراً لكلام المدونة في عام 2009 كان في تجربة على مجموعتين مؤلفين 163 شخص، مطلوب من المجموعتين أنه تنجز كل منهم مهمة خلال وقت محدد. طلب من أفراد المجموعة الأولى أنه يقوموا بإخبار الآخرين عن مهمتهم وهدفهم، أما المجموعة الثانية فأنه ما يخبروا أو ما يخبروا حدا بشيء. كانت النتيجة أنه المجموعة الثانية أكثر حظ وأكثر إنجاز. بالاقتباس الثاني كمان قال الكاتب محمد أحمد بارحمة مرة ثانية، وأنت تشق طريقك قاصدا سدرة الإنجاز ابتعد عن الصخب حتى تنمو أشجارك بعيدا عن فأس الحطابين، وتعهد بسقي بذرتك ولا تتحدث عنها ما لم تكن شجرة يعني سامقة. وكما قال جلال الدين الرومي، المطر هو الذي ينمي الزرع وليس الرعد. شو رأيك يا صفاء خاصة بهذا الكلام؟ يعني قدين احنا محاطين بالطبول، اللي بيحكوا 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 بدي أعمل وبدي ساوي ما بعرف شو للأسف. بالنهاية ما بيعملوا شيء للأسف. وكنت عم بقرأ بدراسة نفسية بتحكي لك الأشخاص اللي بيحكوا كتير هو نوع من بيعمل عندهم نوع من الإشباع النفسي، وكأنهم أنجزوا فعليا هذه الإنجازات على أرض الواقع وبشعروا بالرضا النفسي، فهذا الرضا النفسي بيوصلهم لمرحلة إنه خلص أنا ليش أعمل، فهو يعني واصل أو حصل على هذه اللذة خلينا نحكي كأني عملت يعني. فعليا وكأنه أنجز هذا الإنجاز فتؤثر عليهم نفسيا. لكن أيضا خلينا نشير أنه في بعض الأشخاص شخصياتهم لا مش هيك، يعني هم إذا حكوا الشيء ممكن يكون رادع داخلي عندهم أنه أنا صرحت فلازم أوفي فلازم أنجز. يعني يقال أنه بعض الأشخاص اللي بدهم ينزلوا وزنهم حلو يحكوا للأشخاص أو يتفقوا مع أشخاص حواليهم، طبعا بنرجع منأكد أنه أشخاص مقربين أشخاص قادرين يساعدونا فعليا، فهذا الإشي بيساعدهم أنه مثلا بيرجعوا بذكرهم مش أنت وعدت عشان تقوية الإرادة بالضبط. يعني كنا كمان حكينا قبل كم يوم أخذنا سكايب عن الحفظ القرآن، الشاب اللي حفظ القرآن في شهرين، فكان نزل زي بوست على الفيسبوك وتحدي إله إنه أنا بدي أحفظ القرآن بشهرين. فلما سألته إنه فعلا هذا البوست ساعدك إيجابا ولا سلبا، حكى لا إنه هذا ساعدني خلاني إنه صرحت بالشيء فلازم أوفي فيه. فيعني يمكن تختلف شوي الموضوع بين شخصية لأخرى. تماما من ناحية الالتزام الذاتي بهذا الموضوع يعني. صحيح. ختاما مشاهدينا بالمدونة، في قادم الأيام لتعبر النهر من ضفة إلى ضفة، اتبع قواعد السباحة الصحيحة، حرك أطرافك، أغلق فمك، واترك الإنجاز يتحدث عنك، وقاوم إغراء الإعلان عنه، ولا تخبرنا بما يمكنك الفعل به أو فعله، بل امنحنا فرصة شعور الإصابة بالدهشة، وسيكون حينها لتحقيق هدفك جمال وبهجة تعادل الأهداف التي تأتي في الدقيقة 90، كما سيحدثنا عنها الزميل أحمد عبيد في نهاية الحلقة. نتابع الآن في المدونات. متابعينا نحن رح نتابع في الحلقة وروح لجولة الصحافة، البداية من صحيفة العربي الجديد وفي عناوينها مشاهدينا، النظام يحرق ريف حماة، ومن العناوين الفرعية 369 غارة وقرابة 1000 صاروخ، وأيضا 500 قذيفة مدفعية أطلقها النظام خلال أيام، حرب الأرض المحروقة أجبرت الفصائل على الانسحاب من بلدة حلفاية، وقوات النظام على بعد نحو 20 كيلومتر
من خان شيخون اللي شهدت مجزرة كيميائية ومعارك برية وإنزالات وراء تراجع تنظيم الدولة. أيضا الأزمات تخنق غزة في العربي الجديد من هذا العنوان، وفي التفاصيل يئن سكان قطاع غزة من تردي أوضاعهم المعيشية وتفاقم أزمات المياه والكهرباء والرواتب، حتى باتوا وحدهم من يدفعوا ثمن الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي. أيضا من العناوين في العربي الجديد، إضراب الكرامة يدخل في أسبوعه الثاني، إضراب الحرية والكرامة الذي يخوض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، طبعا بالأسبوع الثاني نحن منه، على وقع تزايد أعداد الأسرى المشاركين بالإضراب وتصاعد التهديدات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبالذات رئيس الحكومة حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. من العناوين أيضا، وساطة أمريكية تعيد التقارب المصري السعودي. ننتقل من صحيفة العربي الجديد إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفي عناوينها أيضا مشاهدينا، مرشح الوسط مانويل ماكرون ينافس مرشحة اليمين مارين لوبان ويقترب من الإليزي، ومقتل 5 من القاعدة بغارة أمريكية في اليمن. من عناوين أيضا الشرق الأوسط، مناظرات في إيران، الهاجس تبع يعني أسرى النظام، والأسد يغير ثلث قيادة حزب البعث ويتذكر ورقة العروبة. نتابع مشاهدينا في الصحافة وننتقل إلى صحيفة العرب، وجاء أيضا في عناوينها قمة تنسيق المصالح بين الملك سلمان والسيسي في الرياض، وبلور التحالف الجديد يحيي محور الاعتدال التقليدي ويخصم من نفوذ إيران في المنطقة، انفصال سياسي عن اليمن بإعلان إقليم حضرموت، وفرنسا صوتت وفق مزاجها حيال أوروبا، الفرنسيون يرون رئيس المقبل مشاهدينا وفق قدرته على مكافحة الإرهاب والتعامل مع اللاجئين والتعايش مع الإسلام. أخيرا في صحيفة العرب، هاشتاغات تويتر طبعا تترجم إلى قرارات، وذلك في السعودية، المملكة العربية السعودية. نختتم الجولة أيضا مع صحيفة القدس العربي، والتي عنونت في الشأن الفرنسي ماكرون ولوبان يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والسفير البريطاني السابق في دمشق يعمل مع صهر بشار الأسد حسب ساندي تايمز. السعودية أيضا تعديلات حكومية واسعة، نجل الملك سفيرا في واشنطن وإحالة وزير للتحقيق. وأيضا مصادر لصحيفة القدس العربي تصرح، موسكو أبلغت دمشق بالجاهزية لإرسال قوات برية إذا طلب الأسد ذلك. أيضا من عناوين القدس العربي، عملية طعن جديدة في تل أبيب تسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين أو إسرائيليين مدنيين حتى، واعتقال منفذ هذه العملية. من عناوين كوريا الشمالية تصرح، مستعدون لإغراق حاملة طائرات أمريكية. وأيضا من العناوين، موجة انتقادات لمسؤول تونسي عبر عن تأييده لمارين لوبان. نذهب معنا الآن مشاهدينا إلى جولة الكاريكاتير. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة المدونات والصحافة، ومتابعين نحن بصباح الإيمان مع الزميلة صفاء. شكرا ميران، يعطيك العافية، ومشاهدينا معكم متواصلين في صباح الإيمان بعد فاصل. هناك حديث عن إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفعالة، كونوا معنا.
مشاهدينا الكثير من المبادرات المجتمعية في مجتمعاتنا، لكن قلة منها ما يتحول إلى مؤسسات مجتمع مدني منظمة وفعالة. وتحت شعار مجتمع سوري متكاتف وفعال، تأسست مؤسسة بنا للحديث عن هذه المؤسسة أكثر وعن فعالياتها وبرامجها. يسعدنا أن نستضيف بالاستوديو الدكتور ياسر العيتي، رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، شكرا لك. حي الله. يعني أكيد كل مؤسسة وكل مبادرة، حتى لو كانت مبادرة شبابية مجتمعية، تبدأ بفكرة صغيرة. ما هي الفكرة والشرارة الانطلاق لهذه المؤسسة؟ يعني نحن مجموعة من السوريين قبل حوالي عامين تقريبا، في بداية 2015 وجدنا أن معظم المؤسسات السورية عم تتجه لقضايا الإغاثة وسد الحاجات المعيشية. نعم. وهي قضايا مهمة والله يجزيهم الخير، يعني يجب أن تسد ويجب أن يستمر، يعني أن تستمر هذه المؤسسات في القيام بهذا الأمر. ولكن وجدنا أنه ما لازم كل السوريين يروحوا نحو إطفاء الحرائق، يجب أن يكون هناك شيء على المدى الطويل اللي هو بناء الإنسان وبناء قدرات الإنسان. يعني نحن كل ما كسوريين عم نكتشف كلما تقدمت هذه الثورة أنه معظم مشاكلنا عم ترجع، يعني عم تكون جذورة في ضعف بناء الإنسان، سواء في علاقته مع نفسه، في علاقته مع الآخرين. فهالمهارات وهالقدرات التي يحتاجها الإنسان حتى تكون علاقته سليمة مع ذاته بداية ومع الآخرين، هذا ما ينصب عليه جهود بناء وبرامج بناء. جميل. إذن أنتم تهتموا بجانب البناء الإنساني وأكثر نظرة للمستقبل، ربما فعليا لبناء سوريا. نعم. بشكل نعم. أو بآخر. صحيح. وأكيد النواة الأولى هي الإنسان وقدرات الإنسان. تمام. طيب، ما هي أبرز هذه البرامج التي تتبعونها في هذه المؤسسة فعليا لتمكين الشباب وتمكين الإنسان؟ نعم، نحن بدأنا نقدم دورات متفرقة، ولكن مع الوقت وجدنا أن الشباب بحاجة إلى برامج متكاملة. فصممنا 6 برامج الآن تقدمها مؤسسة بناء. البرنامج الأول هو برنامج تمكين الشباب، مجموعة من المهارات والقدرات التي يحتاجها الشاب السوري على المستوى الشخصي، كيف يكون مبادرا، كيف يكتشف ما هي رسالته في الحياة، ما هو المجال الذي يجد فيه نفسه ويجد فيه شغفه، كيف يرتب أولوياته، هذا على الصعيد الذاتي. جميل. على الصعيد الآخرين كيف يتواصل بشكل جيد، كيف ينصت إلى الآخرين، كيف يحل مشاكل الأمور الخلافية وكذا، هذا على الصعيد الجماعي. فنحن نريد فعلا الإنسان كفرد أو كمؤسسة أو فريق عمل أن يمتلك كل المهارات التي تمكنه من النجاح كأفراد وكجماعات. فهذا هو هدف برنامج تمكين الشباب، وهو عبارة عن 4 دورات تقدم خلال شهر ونصف تقريبا. نتكلم عن البرنامج الآخر أم تريدين يعني أن تسألين عن هذا البرنامج؟ سنتحدث عن تمكين الشباب، لكن ما هي نعود للبرامج. عندنا برنامج التفكير التصميمي أو ما يسمى بالديزاين ثينكينج. أسلوب التفكير التصميم بدأ في عالم الأعمال في المنتجات التجارية، هي منهجية في اكتشاف حاجات الناس وفي إيجاد حلول ملائمة لهذه الحاجات. مع الوقت بدأت هذه المنهجية تطبق على المشاكل الاجتماعية، فصار في عندنا التفكير التصميمي للمبادرات المجتمعية. فنحن برنامجنا اسمه التفكير التصميمي لتمكين المبادرات الاجتماعية، وليس أن تكون مبادرة عشوائية مبنية. نعم. على فقط يعني إرادة هيك سريعة أو شعلة سريعة في النفس فتمشي هاي المبادرة، لا، يكون نعم. في خطوات وأسس صحيحة. عندنا مشكلة تسرب من المدارس، عندنا مشكلة تطرف، عندنا مشكلة طلاق، أي مشكلة اجتماعية نستطيع الآن بمنهجية التفكير التصميمي أولا أن نشخص الحالة بشكل يعني صحيح ودقيق، ثانيا أنه بعد يعني هي عملية التشخيص ماذا تتضمن؟ تتضمن نحدد المعنيين بهذا الأمر، نصمم أسئلة خاصة بهم، نذهب إليهم ونسألهم، هذا ما يقوم به فريق التفكير التصميمي. نعم. ثم يأتي بالإجابات ويحلل الإجابات، هي مرحلة التفسير بنسميها. هلأ من خلال التحليل قد تطلع معنا أمور ما كنا بالبداية مكتشفينها، وهي تكون في عمق المشكلة وفي جذورها، بنسميها عملية التفسير. يليها عملية التصور يلي هي توليد مجموعة من الحلول التي تحل هذه المشكلة، ثم عملية التجريب. هنا من هذه الحلول نختار أمر معين، يختاره طبعا فريق التفكير التصميمي، غالبا بيكون مناسب اختصاصه ومناسب مجاله، ويصمم حلا أوليا نحن نسميه النموذج الأولي أو البروتوتايب. هذا الحل الأول يطبق على مجموعة صغيرة، بعد ذلك يتحول إلى مشروع كبير وينطلق في ليخدم شرائح واسعة من المجتمع. هذا بالنسبة لبرنامج التفكير التصميمي. عندنا برنامج التحشيد أو الأدفوكاسي. اليوم كل إنسان أو كل مؤسسة في عندها قضية تريد أن تحشد من أجلها، تريد أن توصل فكرتها إلى مجموعة كبيرة من الناس، تريد أن تغير شيء في الواقع، تريد من صاحب القرار مهما كان هذا صاحب القرار في أي موقع. نعم. أن يقتنع بكلمة برأيها. كل هذه الأمور كمان نحن في برنامج التحشيد في عندنا منهجية في دراسة القضية وفي تحديد المعنيين وفي كيفية الوصول إليهم وكيفية التأثير بهم. فهذه بالنسبة لبرنامج التحشيد. البرنامج الرابع هو تمكين مؤسسات وما زال في بدايته، نحن نطبقه الآن علينا كبنا، يعني حتى نكون لما تقولون ما لا تفعلون، فنطبقه علينا حاليا ونستنطقه قريبا بإذن الله تعالى.
اليوم نحن عندنا منظمات المجتمع المدني فيها جهاز إداري، فيها جهاز تنفيذي، فيها مجلس إدارة، وفيها مستفيدين، وفيها متبرعين. هذه المكونات دائما وجدنا أنه عم تصير إشكال في العلاقة فيما بينها. نحن من خلال مفهوم الحوكمة نستطيع فعلا أن نأتي لأي منظمة مجتمع مدني، ومن خلال بعض كمان الاستبيانات والمقابلات نشخص وين في إشكال، ثم يعني نقدم الحلول. الهدف طبعا في نهاية البرنامج أنه هذه المنظمة تزداد قدرتها على تخدم الناس، بدل ما تخدم 100 شخص في الشهر أو في العام يصيروا 500 ويصيروا 1000 وهكذا. فهذا البرنامج الرابع. البرنامج الخامس والسادس باختصار سريع هو برنامج التوعية المجتمعية، نقدم به محاضرات وندوات نقاشية وحوارية مفتوح للناس، ونأتي بمختصين يناقشوا قضية ويتحاور الناس إزاءها. وآخر برنامج هو برنامج تمكين اللغة العربية. نحن جالية سورية نعيش في المجتمع التركي، فنحن نريد أن يعني نتواصل مع هذا المجتمع وأن نقدم صورة جيدة للأتراك عن الإنسان السوري. جميل. فلذلك قلنا أنه أفضل طريقة أن نعلمهم اللغة العربية تطوعا. فنحن في عنا أخوة في مؤسسة بنا يعلمون اللغة العربية في مدارس إمام وخطيب لطلاب يعني أطفال أكيد أتراك معروفة هي يعني بتدمج اللغة العربية في هذه المدارس بطرق حديثة تطوعا. فهذا وجدنا يعني ليس الهدف هنا بالذات تعليم اللغة، وإنما كما قلت لك أن نعطي صورة نقل الثقافة، أيضا نقل الثقافة والتبادل، نقل الثقافة والتواصل والكذا. فأي باختصار برامجنا الستة التي نقدمها للسوريين. جميل. يعني أنت تتحدث عن ست برامج ليست بالشيء الهين، يعني لأن جميع هذه البرامج مبنية على منهجيات علمية، وكأنكم وضعتم يدكم على الجرح فعليا. يعني هي ليست مبادرات فقط تنموية لنقول أو إغاثية، لكن هي بناء من جديد من الصفر. سأعود لتمكين الشباب، وهو برنامج لفتني جدا، يعني حيث القراءة النفسية، يعني الشاب يعود لقراءته النفسية، يقرأ ذاته، يقرأ مكنوناته، ليستطيع أن ينطلق فعليا في المجتمع. ما طبيعة هذا البرنامج؟ كيف يمكن الانضمام إليه؟ كم المدة الفعلية في هذا البرنامج؟ برنامج تمكين الشباب. بصراحة نحن عندما بدأنا في تقديم هذه البرامج وجدنا صعوبة في أن نوصل للناس أهمية هذه البرامج، لأنه الفكرة العامة اليوم لما نحكي عن شيء اسمه بناء قدرات، أو بعض الناس بيسموها تنمية بشرية، أنه هذا كلام يعني نوع من الترف ونوع من الفانتازيا، ونحن في حالة حرب وفي حالة والناس تبحث عن لقمة العيش، وأنتم عم تتكلموا بناء قدرات ودورات وبرامج وما إلى ذلك. لكن في الحقيقة نحن نقدم المهارات والقدرات التي يحتاجها كل إنسان مهما كانت مهنته في هذه الحياة. فالحمد لله مع الوقت هذه الصورة عم تتحسن، لما الناس عم يجوا يشوفوا ما نقدمه لهم فعم يعرفوا تماما ما نقدمه. ونحن لا نخدع الناس، يعني نحن نقول له أنه ببرنامج أو بدورة من يومين أو ثلاثة أيام سوف تتحول إلى إنسان آخر. نحن نعرف أنه قضية بناء الإنسان وأنه غيرك تحتاج إلى وقت. نحن نملك الإنسان المعرفة والأدوات والمهارات، وندربه عليها خلال وجوده في هذه القاعة، ثم نصنع عنده الحافز. كيف نصنع هذا الحافز؟ هنا أعطيني بس هيك دقيقة لأشرح يعني ما تتميز به بنا. تتميز بنا بآلية المتابعة وإيجاد البيئة. يعني نحن لسنا مؤسسة بنا ليست مركز تدريب، مؤسسة بنا هي مؤسسة اجتماعية تريد أن تشكل بيئة حاضنة للسوريين، يأتون إليها، يتفاعلون فيما بينهم من خلالها، يتحدثون إلى بعضهم، يدرسون مشاكلهم فيما بينهم ويجدون حلولا لها، ويتذكرون أنهم ينتمون إلى بلد واحد وأن باستطاعتهم أن يعودوا ويبنوا هذا البلد. فهذا البعد الاجتماعي وهذا البعد الوطني نحن موجود في صلب برامجنا. نحن نقدم مجرد يعني محاضرات ودورات، وما نقول للناس نعم هي نواة مهمة جدا كما ذكرت. نعم. فعليا لبناء سوريا وللتصدي ربما لهذه الحرب، بمعرفة ذاتنا، معرفة مكنوناتنا في البداية، وهي الخطوة الأولى. هذا بالنسبة لمشروع تمكين، يعني وأنتم هنا باسطنبول هذا المقر الرئيسي لكم. نعم. بتحاولوا أنكم فعليا يمكن أكثر مكان تجمع للسوريين احتضان هذه الفئة. نعم. هل هناك أعمار معينة لمشروع تمكين؟ الشباب من سن 17-18 إلى سن 45، وأي إنسان يأتينا يعني يتمتع بروح الشباب ولو كان في 90 من عمره فأهلا وسهلا به. كيف ممكن الانضمام لهالمشروع؟ في عندنا نحن موقع على النت، وفي عندنا صفحة، ودائما نحن يعني مؤسسة بناء تمام. فيمكن دخول، في عندنا استمارة التسجيل، فيمكن في عندنا رقم للتواصل. يعني أتوقع الكل تشجع يعني فطبعا يعني الأمور متاحة للجميع، ونحن نقدمها بدون مقابل مادي، ولكن في مقابل معنوي اسمح لي أن أقوله للأخوة المشاهدين. تمام. المقابل المعنوي أن نريد من كل شخص يحضر برامجنا أن ينقل ما تعلمه، ينقل شيء واحد فقط إلى شخص
آخر من أقاربه من جيرانه حتى ننشر المعرفة. نريد أن ينقل هذا الأمر طبعا يطبقه على نفسه أولا ثم ينقله إلى الآخرين ويرسل لنا بثلاث أربع سطور شو عمل وكيف استفاد وكيف نقل هذه الفائدة. كيف ردات الفعل فعليا من هذا البرنامج؟ كيف لقيتوا الشباب متحمسين في قابلية في يعني لهفة لهالمشروع؟ نعم في البداية كما ذكرت لك كنا نعاني من يعني الصورة السلبية عن هذا النوع من المواضيع ولكن مع الوقت إن شاء الله بفضل الله تعالى هذه الصورة عم تتوضح أكثر عم يعرفوا الناس حقيقة هذه البرامج وأهميتها بالنسبة لهم. جميل هذا بالنسبة لمشروع تمكين. أيضا خبرتنا عن مشروع حشد أو مناصرة ويعني شرح لنا شوي أكثر كيف ممكن فعليا نحشد الناس. يكون هناك مناصرة لمشروع معين يمكن الآن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي وسيلة ومنصة فعليا لهذا الشيء للترويج للتسويق لنقول لكن تبقى الأفكار هي أكثر الأشياء صعوبة في ترويجها. كيف يستطيع هذا المشروع فعليا ترويج الأفكار؟ موضوع الوسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد أداة من أدوات التحشيد. فالتحشيد هو منهجية أنه أنا عندي قضية معينة مو شرط تكون قضية سياسية قد تكون قضية اجتماعية. مثلا أريد أن يصير في تيسير بقضية دخول السوريين إلى تركيا فهذه قضية نحتاج إلى أن يصدر قرار من شخص في مكان ما لكي يحقق هذا الهدف. ندرس هذه القضية نشوف الأشخاص المعنيين بها الأشخاص المؤثرين في صاحب القرار وكيف يعني نصنع رأي عام أو كيف أحيانا لا نحتاج إلى صناعة رأي عام ربما فقط نصل إلى هذا الشخص صاحب القرار ونؤثر به فنصل إلى ما نريده. أحيانا نحتاج إلى حملة إعلامية أحيانا نحتاج إلى وقفة في مكان ما سلمية يعني أعمال المقاومة السلمية فهي تعطينا منهجية. يعني نحن كسوريين خصوصا الشباب اللي طلعوا بالثورة ربما انحصر ذهنهم بقضية التغيير بأمر واحد أنه أنا لا يعجبني شيء فأنزل إلى الشارع وأتظاهر. التظاهر هو واحد فقط من أدوات التغيير. في عنا المقاومة السلمية، في عنا الإعلام، في عنا تشكيل اللوبيات الضاغطة، في عنا الكثير من الأمور التي نستطيع أن نصل بها إلى ما نريده وتختلف هذه الأدوات من قضية إلى قضية. فهي عبارة عن منهجية كما قلت لك في دراسة القضايا وفي اختيار الأدوات الأنسب لتحقيق الهدف في كل قضية من هذه القضايا. جميل يعني هذه سلطنا الضوء يمكن على أبرز البرامج اللي تقوم فيها مؤسسة بنا. نتمنى لكم كل التوفيق. نتمنى فعليا أن يكون هناك إقبال كبير على هذه البرامج المهمة فعليا في تنمية الشباب تنمية الذات حتى نستطيع تنمية مجتمعاتنا بإذن الله. كل الشكر لك دكتور ياسر العتيبي. شكرا لتواجدك معنا. في دقيقة إضافية ولا تفضل؟ أكيد تفضل. في أمر مهم جدا يعني أنا أريد أن أقوله ودائما أقوله نحن كسوريين يعني نمر في أوضاع صعبة جدا واليوم عم نشوف مثلا في الغرب ما بتصير حادثة إرهابية واحدة بتصير استطلاعات رأي فأقول لك أن المجتمع بدأ يتغير ويميل إلى كره الأجانب والتطرف وكذا. فما بالك بشعب عايش بالأصل في ظروف استثنائية 50 سنة وهو مقموع وعندما أراد أن يخرج إلى الحرية وإلى الحياة البراميل تنهال عليه والكيماوي ينهال عليه 6 سنوات. ففي هذه الظروف غير الطبيعية شيء طبيعي يشوف من هذا الشعب يشوف تطرف يشوف تصرفات غير طبيعية يشوف كذا. فأنا أقول إنه الشعب السوري عندما يكون في ظروف طبيعية أنا متأكد تماما أنه يستطيع أن يخرج مكنوناته الحضارية وأن يدهش بها العالم. وهو أدهش فعليا. نعم. يعني نحن نشاهد هنا باسطنبول إعادة إعمار لسوريا هنا يعني داخل اسطنبول ما شاء الله يعني هم قادرين على التكيف بداية على إثبات ذاتهم وحضارتهم وثقافتهم أينما ذهبوا وارتحلوا. السوريين مميزين بهذه النقطة تحديدا. فنحن في مرحلة تعافي خلينا ندرك أنه نحن في مرحلة تعافي وأن امتلاكنا لهذه القدرات والمهارات التي تقدمها مؤسستنا تسرع هذا التعافي وتجعل كلفته أقل وهذا ما نقوم به. يعني نشكركم فعلا على جهودكم وكأنها نبراس أمل لبناء جديد كما سميتم أنفسكم بنا وبنا أيضا نستطيع أن نبني سوريا جديدة وأيضا وطن عربي جديد. شكرا دكتور ياسر العيتي. وقبل ما نطلع لفاصل حابة أسألك عن ميولك الرياضية كيفك أنت والرياضة والمباريات؟ ما بعيد عن هذا بعيد تمام. لكن اكيد الشباب حاليا يعني نعم. في خضم الجيل القديم في هذه القضيه بالذات يعني امبارح كان في مباراه بين برشلونه وريال مدريد. سمعت شيء بس ما تمام طيب بعيد عن الجو تماما. اذا مشاهدينا لكل المهتم بالرياضه والمباريات واخر اخبار الرياضه بعد الفاصل مع زميلنا احمد كونوا معنا. ما
مشاهدينا متواصلين معكم في صباح الإيمان لمحبي الرياضة. ننتقل سوية إلى زميلنا أحمد عبيد. صباحك أحمد. الله يسعد صباحك صفاء وصباح جميع المشاهدين. أعزائي المشاهدين، نبدأ جولتنا من الدوري السعودي. توج الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه عقب فوزه بهدفين لهدف في الشباب في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي. افتتح السوري عمر خريبين التسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يدرك عبد المجيد الصهليم التعادل للشباب في الدقيقة 31، غير أن البرازيلي كارلوس إدواردو عاد التقدم للهلال في الدقيقة 35 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويكون الهلال بطلا للدوري قبل جولتين من النهاية متفوقا على الاتحاد بتسع نقاط. تعادل نادي الفيصلي الأردني والحسين إربد بنتيجة هدف لكل فريق في إطار الجولة 20 من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، وتقدم الحسين بهدف مبكر سجله المحترف السوري محمد زينو في الدقيقة 7 ليعدل الكف الليبي أكرم زويل الفيصلي في الدقيقة 75، وفي نفس الجولة تعادل فريق الوحدات مع فريق ذات راس سلبيا بدون أهداف ليهدر الوحدات بهذه النتيجة فرصة ثمينة للعودة لصدارة الدوري ويرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث في الدوري الأردني. إلى إسبانيا، حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موقعة الكلاسيكو بإحراز هدف الفوز لفريقه برشلونة في الدقائق الأخيرة داخل مرمى ريال مدريد ليفوز الفريق الكتالوني في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدم الميرينجي في الدقيقة 28 عن طريق كاسيميرو، وبعد 5 دقائق قلص ميسي النتيجة بهدف التعادل، وفي الدقيقة 73 تقدم البارسا مجددا بهدف من إيفان راكيتيتش ليعدل البديل خميس رودريغيز في الدقيقة 86 ليعود البرغوث مجددا وقبل صافرة النهاية بثواني ويحقق الهدف الثالث لفريقه ليتساوى الفريقين في الصدارة مع مباراة مؤجلة لريال مدريد. حقق فريق تشيلسي فوزا مهما على حساب توتنهام بنتيجة 4 أهداف لهدفين على ملعب ويمبلي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. واستطاع تشيلسي أن يعبر عقبة توتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويحقق المطلوب من اللقاء. المدرب كونتي تعامل بذكاء مع اللقاء ودفع بقوته الضاربة في نصف الساعة الأخير ليخرج فائزا باللقاء مع نزول هازارد ودياغو كوستا ويعبر من بوابة توتنهام إلى النهائي. ويلاقي البلوز تشيلسي في النهائي أرسنال بعدما تغلب الأمس على مانشستر سيتي في نصف نهائي على أرضية ملعب ويمبلي بهدفين مقابل هدف. الشوط الأول انتهى بدون أهداف، لكن في شوط المدربين تمكن إغويرو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 62، ولم يهنأ السيتيزنز بتقدمه حتى تمكن مونريال من إدراك التعادل في الدقيقة 71 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل. وفي الشوط الإضافي الأول تمكن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من خطف هدف الفوز ويعبر بفريقه للنهائي. إلى عالم التنس وبطولة مونتي كارلو، تمكن الإسباني رافائيل نادال المصنف 7 عالميا من الفوز باللقب على حساب مواطنه ألبرت راموس في نهائي مونتي كارلو للأساتذة ذات 1000 نقطة. تمكن نادال حامل لقب النسخة الماضية من الفوز بمجموعتين بواقع 6-1 و6-3 ليصبح بعد هذا اللقب في خزائن الماتادور 50 لقبا على الأراضي الترابية و70 له في مسيرته الاحترافية. شهدت الملاعب الأوروبية في الآونة الأخيرة الكثير من اللاعبين العرب المتميزين الذين سطع نجمهم في سماء أوروبا. محمود داود لاعب سوري من مدينة الحسكة أصبح محط أنظار الأندية العملاقة في القارة العجوز. مزيد من التفاصيل نتابعه معكم في سياق التقرير التالي. بدون شك سيكون للدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم طعم خاص بالنسبة للسوريين عموما ولسكان محافظة الحسكة خصوصا، كيف لا وابن مدينة عمودة محمود داود يصول ويجول في البوندسليغا ويخطف الأضواء وهو بعمر 21. سطع نجمه الكروي في أوروبا وألمانيا تحديدا من بوابة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، وقبل أسابيع قرر بوروسيا دورتموند الاستفادة من خدمات داود والتعاقد معه بعقد امتد لـ5 سنوات.
تاريخ آخر لن ينساه محمود داود، وهو 23 من ديسمبر في العام 2015، حيث سجل النجم السوري الشاب أول هدف له مع بروسيا مونشنغلادباخ في مرمى نادي أوغسبورغ، ثم أعقبه مؤخرا بتسجيل هدف في مرمى فرانكفورت، ليؤكد داود بأنه لاعب قادر على أن يكون أسطورة قادمة في خط الوسط بالدوري الألماني. قدم داود المنحدر من مدينة عامودة في ريف الحسكة موسما كبيرا مع مونشنغلادباخ العام الفائت، وقاده إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا، وكان محمود داود صاحب 21 ربيعا هدفا لأندية أوروبية كبيرة أبرزها ليفربول وتشيلسي ويوفانتوس الإيطالي، ففضل الانتقال إلى دورتموند والبقاء في الدوري الألماني. يعني بالعودة إلى صفاء، يعني إحنا شفنا بالآونة الأخيرة كثير من اللاعبين العرب صاروا ينتقلوا لأوروبا وينطلبوا من النادي الكبير بأوروبا للنادي اللي تلعب معهم مثل بايرن ميونخ وتشيلسي مثل ما ذكرنا في التقرير التالي. صحيح أحمد، يعني دائما الشباب العربي عندهم قدرات إبداعية كامنة، مجرد ما تتاح لهم الفرصة فعليا بيظهر هذه القدرات يعني في العالم أجمع وقادرين على إثبات طبعا ذاتهم. بجوز المحيط اللي حوالينا والحروب وكذا طلعوا لعيبة من آسيا سوريين طبعا بالأغلب، هذا محمود داود لاعب سوري بيلعب في أكبر أندية أوروبا وألمانيا بالتحديد، من بروسيا مونشنغلادباخ إلى بروسيا دورتموند من أبطال أوروبا. جميل، يعني أنت عم تحكي أشياء أنا مش كتير فهمها، بس المهم إنه في حدا عربي وصل وما شاء الله حقق طبعًا هذه الإنجازات طبعًا أكيد فخورين فيه دائما وسعيدين. شكرا أحمد، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا في ختام صباح الإيمان نتمنى لكم يوم جميل مفعم بالحيوية والنشاط والأمل، أكيد تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكذلك بإمكانكم مشاهدة الفقرات والحلقات عبر اليوتيوب. في أمان الله.